للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من مارسيليا أستاذ خالد شقير مراسل أكسترا نيوز. أستاذ خالد أهلا بك، يعني كيف هي آخر الأوضاع وهناك ربما أرقام مبشرة بتقليل الأعداد في المستشفيات؟ مساء الخير زميلتي العزيزة لما، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. تراجع مستمر اليوم 11 على التوالي لما هنا في فرنسا، وكما أشرت في الخبر دور المسنين لم يتم تحديث أعداد الوفيات فيها نظرا لنهاية الأسبوع، ونظرا لأن يوم الغد هو يوم أجازة رسمية هنا في فرنسا، ولهذا عدد الوفيات في 24 ساعة 31 فقط لما. عندما نتحدث عن عدد الوفيات في فرنسا كنا نتحدث عن المئات 500-600 في اليوم، هذا التراجع هو مؤشر إيجابي دعا الفرنسيين إلى الخروج مرة أخرى إلى الحياة شبه الطبيعية وعودة المدارس في يوم الثلاثاء بعد الغد، وهذا ما يدعو الفرنسيين إلى الفرح وإلى السرور، ولكن ارتداء الكمامات ما زال مستمرا، الإجراءات الاحترازية ما زالت مستمرة لما، سواء في الشارع الفرنسي أو في محلات الشراء البيع والشراء أو في المدارس أو حتى في العمل، إذن ليس هناك تهاونا سواء في هذا الإطار أستاذ خالد وفي وسط الفرح ربما ويعني بشكل أفضل الابتهاج بأسباب قلة الأعداد المستمرة، هل هناك أي أصوات في الأوساط المختلفة إذا كانت وسائل الإعلام أو حتى السياسية أو الصحية تنادي ببعض المخاوف من الموجة الثانية التي بدأنا نقرأ عنها بالفعل؟ يعني لما دعيني أسجل هنا اهتمام الإعلام في فرنسا وكل يعني وكل العاملين في مجال السياسة سواء المعارضة الفرنسية وغيرها في الأعداد الصحيحة، وهنا الحديث يكون للمجلس العلمي الذي اختاره الرئيس ماكرون وحكومة الرئيس إدوارد فيليب الذي أكدت على أن وباء كورونا أو الموجة الثانية من لوباء كورونا لن تحدث قريبا في فرنسا، وذلك لأن الفرنسيين اتبعوا خطوات جريئة جدا بالبقاء لمدة 58 يوم، ولهذا شوكة هذا الفيروس لم تكن بنفس القوة التي ضربت فرنسا في البداية، كان هناك تخوف وكان هناك شبه انهيار في الطواقم الطبية الفرنسية، إذن الفرنسيين بالتزامهم وبقائهم في المنازل الآن هم في حالة فرح وفي حالة سرور وفي حالة عودة مرة أخرى إلى دفع عجلة الصحة الاقتصاد بعد أن نجحوا في الحرب في مجال الصحة، ولكن هذا يدعو الجميع لما بالبقاء حذرا وإجراء هذه الاحتياطيات مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي والجسدي ما بين الناس سواء في الشارع أو في بدأنا أيضا نقرأ ونتابع عن فرنسا إعادة بدء الفتح بشكل تدريجي ومعلومات عن فتح مثل فتح متحف اللوفر وبعض ربما الأماكن السياحية، كيف هي الاستعدادات لإعادة تشغيل السياحة مرة أخرى في أكثر دول العالم رواجا للسياحة؟ بالتأكيد يعني لما فرنسا كما أشرت هي الدولة الأولى من حيث يعني عدد السائحين، إعادة فتح المتاجر الكبرى زي جار لافايت وأيضا متحف اللوفر، ولكن إبقاء ما زال الإبقاء على صالات الرياضة مثلا مغلقة، دور السينما، المسارح ما زالت مغلقة، ولكن المهم فالأهم الآن عودة الدراسة، عودة المطاعم، عودة الفنادق إلى العمل، والاهتمام لما هنا بالسياحة الداخلية مما دفع SNCF أو قطاع المواصلات الخاص بالسكك الحديدية يعلن على استعادة قوته ونشاطه في 15 من شهر يونيو، والفرنسيين سيدعمون قطاع السياحة الداخلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الفرنسي. عبر سكايب من مارسيليا أستاذ خالد شقير مراسل أكسترا نيوز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات.